هذا يقول: أوصاني والدي بأن أعتمر عن جدي المتوفى، عن جدي المتوفى بعد انتهائي من أداء عمرتي، هل هذا يعتبر صحيحا؟ لا مانع من ذلك، إذا كنت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام فلا مانع أن تعتمر عن غيرك، عن جدك أو عن غيره من إخوانك المسلمين، لا مانع، لأن هذا عمل خير ونفع للمسلمين. وسواء أتيت بالعمرة من البلد أو أتيت بها من مكة بأن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل وتحرم بعمرة عن من تريد من أقاربك أو من المسلمين، هذا جائز، ولكن الذي في مكة الأفضل له أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج للعمرة، هذا هو الأفضل. وإذا خرج وأتى بعمرة فهذا جائز إن شاء الله.